حتى يتعلموا ويدخلوا المدرسة. يعني الحمد لله رب العالمين معظمهم بيقرأوا بيكتبوا بيعرفوا يمسكوا القلم. نجلاء معمار من معادة النعمان، العمر 40 سنة، خريجة تاريخ، مديرة مركز شام التعليم المهني. لكن الظروف هي اللي جبرتنا انه نختار هذا المكان الاثري لانه واسع، قمنا بترميمه، مثلا فرشنا الارضيات، سقفنا الشوادر وعوازل سطح هاي القلعة الاثرية المتينة. طبعا الفترة الصباحية في روضة اطفال، عندنا ما يقارب 50 طفل من اعمار متفاوتة، عندنا من 4 سنين ل5 سنين. هلا من ناحيه الامان انه في امان، يعني انه متينه ومجهزه قدر المستطاع، لكن انه الطلاب انه شفت انه هالكراسي انه كبيره على الطلاب، هي فقر اللوجستيات هي اللي عم تلعب دور كبير، انه ما في مقعد مصغر لعمر 4 5 سنين للطفل، هاي الصعوبات اللي عم نلاقيها. الفترة المسائية بنعلن عن عدة تدريبات مهنية للنساء حتى نعلمها مهنة تعتمد على نفسها. بالنسبة لمستويات الأطفال متفاوتة حسب اهتمام المكان وحسب اهتمام الأهل، نحن عم نعمل قصارى جهدنا حتى يتعلموا ويدخلوا المدرسة. يعني الحمد لله رب العالمين معظمهم بيقرأوا بيكتبوا بيعرفوا يمسكوا القلم. هلا الشيء اللي بحب اضيفه انه يعني نطور نفسنا، نطور العمل بوجود مواد مساعده لنا لتطوير العمل، انه بعض اللوجستيات اللي نقدر نقدم الافضل